السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الكورس الجديد بتاعنا هو كورس الانتجريشن. الانتجريشن والله يعني لو احنا اتكلمنا عن الانتجريشن كشغل، انا ممكن امسكه لك اشرحه لك عن طريق الديريفاتيفز، يعني اقول لك ان احنا بنشتغل ديريفاتيف بس بالعكس. وطبعا عشان افهمك الديريفاتيفز بتمشي ازاي وازاي ان احنا نخليها ماشيه بالعكس، هضطر ان انا اشرح لك شويه حاجات في الليميتس، وهضطر ان انا اشرح لك شويه حاجات طويله كده، ولكن انا مؤمن ان انت ممكن تقدر ان انت تفهم الحاجات دي من خلال بس الشغل على شويه امثله بسيطه، وان شاء الله يعني الكورس ده يعجبكم. هنبتدي كده بمثال بسيط. انا دايما مؤمن بفكرة بقى الحل بالامثلة، يعني احنا مش هنحفظ قوانين ولا اي حاجة، ومجرد تكنيكس كده احنا بنمشي المسألة عليها. المسألة دي بتقول ان انا عندي هنا ادي كده 2x minus 3 square root of x squared minus 3x plus 1. جميل كده. بالمناسبة أنا شغال من كتاب توماس كالكولس ال 14th edition، دي نزلت سنة 2017. الكتاب أنا شغال من شابتر 8 Techniques of Integration، أو طرق التكامل يعني اللي احنا نحدد بيها قيم التكامل. طيب أنا دلوقتي بعد ما شفت التكاملية اللي عندي دي، يا ترى أحلها إزاي؟ والله بقى إيه، أما نيجي نبصلها كده يعني للوهلة الأولى، إيه علاقة يعني الدنيا دي كلها ببعض؟ فطبعا لو حد لماح وكويس جدا يعني هياخد باله ان تفاضل الكلام اللي تحت الجذر ده اللي هو اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1 بيتفاضلوا ب 2 اكس ناقص 3، تمام؟ وده شيء جميل جدا ومناسب جدا، هينفعنا في ان احنا نزود الباور ونقسم على الباور الجديد عادي جدا. ولكن هنا الفكرة اللي انا بسأل عليه، هل مثلا انت تقدر تحل المسألة دي مثلا باي بارتس؟ تقدر اكيد، بس انهي الطريقة هي الافضل ليك؟ في ناس بتفكر انها ممكن تعمل اكمال مربع، في ناس يعني بتشتغل بقى لغاية ما تتوه نفسها، ولكن انا عايز اقولك انك تمسك الطرق البيزك واحدة واحدة لغاية اما انت تتعود تشوف المسألة تعرف فكرتها. طيب لما تشوف منظر زي المسألة دي، اول حاجة تبص على البسط والمقام. انا لقيت في المقام عندي اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1، اول حاجة ادور عليها هل في فوق تفاضل للمقام ده، فببص فوق كده لقيت 2 اكس ناقص 3، ده جميل جدا، ده اصلا تفاضل للمقام. فانا ممكن اقول ان اليو بتساوي اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1، يبقى الدي يو هيساوي افتح قوس 2 اكس ناقص 3 دي اكس. ممكن اشيل البسط واحط مكانه دي يو، واحط تحت يو وتحت الجذر او اللي هو باور نص، او اللي هو اقدر اقول ان ده بيساوي تكامل يو اس سالب نص دي يو. يعني بكل اختصار ان انا اقدر ازود على الكلام ده واحد واقسم على الاس الجديد، يبقى نص بالسالب زائد واحد هيديني في الاخر يو اس نص على النص اللي هو في 2، يعني 2 جذر يو، يعني اقدر اقول ان هو بيساوي 2 جذر اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1. جميل كده، ده الاكزامبل الاولاني في الكتاب. طب تعالى نفكر لو انت عندك اكزامبل تاني، اعرض عليك مجرد فكرة وانت تحاول فيها مع نفسك. لو انا عندي بقى المرة دي تكامل اكس على الجذر التربيعي لاكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1 دي اكس، هنا هو ما ساعدنيش، ما خلليش البسط تفاضل المقام، ولكن انا اقدر ان انا اوصله للمنظر ده. ازاي اقدر اوصله للمنظر ده؟ تفاضل المقام هو عبارة عن، لو احنا بصينا على تفاضل المقام هنلاقيه عبارة عن 2 اكس ناقص 3. يعني انا لو ضربت ده في 2 وقسمت هنا على الاتنين اكني عملتش اي حاجة، صح كده؟ طيب حلو جدا. اقدر برضو عشان اوصل للمنظر ده اقدر اقول ناقص 3، صح كده؟ بس انا لما انا طرحت 3 اقدر ازود التلاتة تاني، فاقدر اظبط التكامل بتاعي بحيث انه يكون نص تكامل 2 اكس ناقص 3 على الجذر التربيعي الاكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1
دي اكس زائد 3 على 2 في تكامل 1 على جذر اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1، ودي ساعتها بتتحل بإكمال المربع اللي هنشوفه في فيديو تاني.